السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دوزتوا نهاركم؟ على خير وبخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. بسم الله خواتاتي، اليوم ان شاء الله غندير معكم كيكيش حلوين بكريم باتيسري. غندير دابا الكريمه، غادي نخلطها مع سنيده. درت جوج معالق ديال سنيده هنايا، وغندير كريمه ما تجينيش قاصحه، ما بغيتش نكثر بزاف. نخلطها مع سنيده، هذا نكب الحليب. غادي ندير السكر ديال الحليب، وغادي نخلط بهذيك الخلاط تاع اليد، وعاد نديرها في فوق البوطه. نديرها فوق البوطه حتى تغلى وتعقد، وعاد نطفي عليها. بقاو معايا حتى نوريكم. وتسي هي درتها فوق البوطه، غادي نبقى نخلط، نبقى نحرك بيديا بحال هكا تتعقد الكريمه ان شاء الله. بقاو معايا خواتاتي، هي عقدت الكريمه. دابا غادي نخليها تتبرد، وعاد غادي نديرها نعمر بها ليكيش. بقاو معايا تتبرد شويه ونعمر ليكيش معاكم. خواتاتي هما ليكيش ديالي عمرتهم، دابا غادي ندير فيهم الفروي. درت الفريز والكيوي طيبه بزاف، ودرت التفاح، ودرت هنا شويه ديال الخوخ. غادي نبدا نعمر ليكيش ديالي، بقاو معايا تنوريكم الشكل النهائي ديالهم. خواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديال ليكيش ديالي. عفاكم، ما تنساوش تبارطاجيو ليا الفيديوهات، وديروا ليا جيم وتعاليق زوينه، وشكرا على المتابعه. الله يحفظكم، الله يخليكم ليا، وشكرا. الله يرحم لكم الوالدين. تعاونوا مع اختكم، يلا مبتدئه معكم في هذه القناه. ما تنساوش تدعموني شويه. الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير، وشكرا على المتابعه.